لدينا فتاتان متفوقتان هنا، انظري إلى نظارتها، شكلها مضحك. إنهما يسخران منا، صحيح؟ واحد، اثنان، ثلاثة، ساوي تغليغ أنفك قليلاً. شو؟ أوف، هذا أفضل بكثير. يا للهول، توقف. أنساتي، هل تريدان ركوب سيارتي الجديدة؟ مهلاً، إنها بالخارج. لا يهم، السجن ليس سيئاً، يمكنني التمرن وتعلم أشياء جديدة. افتح الكتاب على الأقل. أوه، أشعر بالنعاس، الذكاء مرهق. تصبحين على خير يا نظارتي. يا صاح، عضلاتي ضخمة. إنه ينام بسرعة مثل الأطفال. أنا لا أنام أبداً وأفضل التمرن، يجب أن أحافظ على لياقة جسمي. هو ما هذه الأصوات؟ هل سمعت صوتاً؟ لماذا أشعر بألم؟ هناك شيء ما علي. أو لا، انظر ماذا حدث. نظارتي، أعتقد أنها نظارتي، لقد كسرتها، لا أستطيع الرؤية الآن. ربما يمكنني إصلاحها. أجل، هذا ممكن. سأخذ هذه الأصفاد. من الجيد أن معي هذه المطرقة، هذه مهمة شاقة. ما الذي تفعل؟ يجب أن أركز، كل شيء ضبابي. هذه آخر خطوة وانتهيت. تبدو رائعة وهي غير قابلة للكسر. تفضل، صنعت لك نظارة جديدة. يا للروعة، أعتذر على كسر نظارتك. يمكنني الرؤية أخيراً وأبدو شريراً. أجل، كما لو أنك سجين ضخم مخيف وذكي. اصبر يا ديناصور، وصل أبوك. الحصة؟ لقد تأخرت. أوف، سأتحمل الألم. أوه، كان ذلك وشيكاً. يا له من غريب أطوار. هل وصلت على الوقت؟ أو لا؟ تيو؟ آسفاً جداً على التأخير، كنت واقفاً عند الخزانة ولم ألحظ مرور الوقت. أقسم أني لن أكررها أبداً. على رسلك، لا بأس. شكراً شكراً شكراً. كيف سأسامح نفسي؟ سأراك بعد الصف يا صاح. بيلا، اتصل بي. يا للوقاحة، ما الذي تنظرين إليه؟ لا يمكنك إخافتي. أترين؟ طبخيني إن استطعتي. تهانينا، تأخرت 20 دقيقة فقط على الحصة. اجلسي الآن. شهادة وكأس؟ هذا غريب. هل حل الصباح؟ غفوت أثناء القراءة مجدداً. وصلت لأفضل جزئية، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يمكنني الاستعداد أثناء القراءة. ضيعت الكثير من الوقت في النوم. فطائر البانكيك لذيذة. ماذا حدث بعد ذلك؟ شكراً ماما. مهلاً، لا يمكنني الذهاب إلى المدرسة بهذا الشكل. هذا أفضل. في المقابل، صباح الفتاة المشهورة مختلف تماماً. كان حلماً جميلاً. لا يمكنني نسيان التقاط سيلفي الصباح، وإلا سيغضب مني المتابعون. أبدو متألقة في الصورة، حصدت إعجابات كثيرة. اليوغا الصباحية تحضرني ليومي. نفس
نفس عميق. فطوري الصحي منخفض السعرات الحرارية. لا يمكنني المغادرة قبل تسريح شعري. أبدو رائعة. المكياج يصنع فرقاً كبيراً. حان وقت ارتداء ملابسي. ماذا سأرتدي؟ ماذا سأرتدي؟ أجل، هذا اللباس رائع. حسناً يا طلاب، من سيحل هذه المعادلة؟ أي أحد؟ ليس أنا. بيتي، تحركي وتعالي هنا. أوف، حسناً. ابدأ الحل، هيا. لا أعرف طريقة حلها. ماذا؟ اجلسي. يا إلهي، لماذا صرخت علي؟ من يريد حلها؟ تعالي أنت. ميكي مجدداً، ها؟ هل تنورتها مثقوبة؟ كم هذا مؤسف. حاولي شراء شيء جديد ولو لمرة في حياتك. أنا قادمة. أوه، تنورتي. اللباس الداخلي، انظر إلي. حسناً، سأحول الموقف إلى تجربة إيجابية. ما أروع هذه الحركات! لا تتوقفي، حسناً، ستحصدين الكثير من الإعجابات. ما أروعها! سأسميها رقصة اللباس الداخلي. أجل، هذا رائع. هذا مبهر، حصدت الرقصة إعجابات هائلة. لماذا حظها يفلق الصخر؟ طفح الكيل. هندسة ملامحي ممتازة. يمكنني حله مثل مسألة رياضية. ما أجمل هذا الوجه. هل سيلاحظني اليوم؟ أوه، كيف الحال؟ تبدين رائعة. اقرصوني، هل أحلم؟ هل هو قادم ناحيتي؟ أوه، إنه يتحدث مع آني طبعاً. ومن لن يلاحظ فتاة مثلها؟ تنورة جلد بلون معدني؟ من المستحيل أن أرتدي مثلها، خاصة مع جسمي هذا. أوف. مرحباً أمي. يوم صعب. على الأقل لم تقضيه في طي الملابس. عيديها للخزانة من فضلك. شكراً عزيزتي. هذا اليوم يزداد سوءاً. لحظة، أعرف كيف أجذب انتباهها. سأتعامل مع الملابس المطوية لاحقاً. لدي شيء أهم الآن. هذا أفضل. سأغلق حمالة الصدر الآن. حانت لحظة الحقيقة. سأستعين بطبقات وطبقات. هذا أفضل بكثير. وللبلوزة، أبدو إنسانة مختلفة تماماً. هل أبدو رائعة الآن؟ من المؤكد أنه سيلاحظني. واو، ألا دي كلوي؟ مرحباً. تغير شكلك كثيراً. هذا صحيح. ما رأيك بالذهاب للسينما مع اليوم؟ أخيراً. أنت، انظر، الحادثة مشغولة. يمكننا الاستمتاع بوقتنا قليلاً. كتبي الثمينة، اشتقت إليك. إنه وقت البروتين. قصة الكتاب حماسية. هذه طريقتك في المرح. رائحته طيبة. أوه، كم اشتقت له. يا أجل، سجينان. إنه لذيذ. لحظة، ليس مجدداً. أعطني الكتب. وأنت، أعطني البروتين. سأصادرها. لا، هذا ظلم. هذا تعذيب. مسحوق البروتين، سأتحقق منه. ليس سيئاً. كلا، أنت تتناولين الكثير. أوه، أصبحت مفتولة العضلات. أنا قوية. حان وقت التحقق من هذه الكتب. لماذا تفعلين هذا؟ واو،
هذا مثير للاهتمامات. لم أتوقع هذا. أنا فخورة بهذا التكريم. لي؟ هذا لطف منك. شكراً، أشكر الجميع. واو، إنها مثالية. هل أنت بخير؟ يجب أن أحصل على رقمها. بيلا، صباح الخير. المكان محجوز. لا تسأل كيف. حسناً، لا بأس. ما كل هذا التجاهم على الصباح؟ أجلسته في المكان المثالي. استعداد، تصويب، مضغ وإطلاق. أي؟ ماذا؟ اخرس واستمع إلي. هذه الحصة مسخرة. حان وقت التصويب ثانية. هل سمعت عن شيء اسمه الإتيكيت؟ أنا بريئة. ما مشكلة هذه الفتاة؟ أثر هنا هذا؟ إنها إعلان حفلتي الرهيبة للعلوم. أنا متحمسة جداً لدرجة أني أريد الصراخ. حفلة علوم؟ أنت أتريد حضور حفلتي؟ سيسرني هذا. أراك يوم الجمعة. هل كل شيء جاهز؟ شكلي مرتب؟ حسناً، تفضل. تبدو رائعاً يا براين. لنبدأ الحفلة. الذرات ضئيلة الحجم لكنها مفعمة بالحركة. لنفعلها. هيا بنا. إن وضعت الاثنين هنا وأضفت الكبريت إلى الخليط. أشعر بملل كبير. أوف، لا يهم. واو، هذه المجلة مملة أيضاً. لماذا أن يمكنني مد هذه العلكة؟ واو، أصبحت طويلة جداً. الملل يقتلني. أكره حياتي. إنها لا تطاق. لماذا أنا وحيدة؟ مهلاً، حان وقت تعديل هذا اليوم. وبكل بساطة بدأت الحفلة يا شباب. الجميع يريدون الاحتفال معي. هذا اليوم رائع. ما رأيك بفستاني الجديد؟ إنه مذهل. تفضلي شرابك. شكراً. هل هذه ماكي؟ ما الذي ترتديه؟ يذكرني بفساتين جدتي. حسناً يا حضور، لنبدأ هذه الحفلة. هذا البالون جميل وبراق. ألهمني بفكرة. أظن أني بحاجة للمزيد من الجليتر. بكل بساطة، سأحضر مثبت الشعر الآن. سيعمل مثل السحر. ألا يبدو براقاً الآن؟ على العموم، هل هذه ماكي؟ يبدو فستانها براقاً. ها؟ ما أروع فستانها. يجب أن أعرف المتجر الذي اشترته منه. ماذا عن فستاني؟ واو، منافسة رقص جديدة؟ كلا، لن أشارك. أوه، ما هذا؟ دروس رقص؟ تحققت أمنيتي. وواحد، اثنان، ثلاثة، وأربعة. واو، كان أداؤك رائعاً. ودان. مرحباً. هل تريدين الرقص؟ أكثر من أي شيء آخر. هل يمكنك فعل هذه الحركة؟ أشك في ذلك. أريد أن أتعلم. أتوسل إليك. أوف، حسناً. درس واحد قصير. حسناً، هيا بنا. واحد، اثنان، واحد، اثنان، ثلاثة، هيا.
ذراعان، حسناً. أوه، والقدمان، هل هذا صحيح؟ حركيها كلها ولفي. يا إلهي، لقد نجحتِ. سنتدرب على ذلك. سأذهب للمنافسة. حركات سحرية يا عالم. شكراً شكراً. بالكاد أستطيع رؤية أي شيء. حسناً، سأتجاهل الحضور. علي تذكر الحركات فقط. ركزي، دوري، لا تنسي الابتسام. أوه، كان ذلك رائعاً. أعجبهم أدائي حقاً. أوه، يبدون سعداء. أشعر بالملل. هذا ممتع. ورفيقي في السجن غبي. أوه، مرحباً. يا ترى؟ نعم، حان وقت الهروب من السجن. أحتاج إلى شيء لفتح القفل. كيف سأحصل عليه؟ كيف؟ ما أحتاجه بالضبط. حان وقت الخروج من السجن. أوه، أشعر بشعور رائع. لقد اشتقت للعلوم. هل تحضر كوكتيلاً؟ ابقى في مكانك، هذا يكفي. الخليط جاهز. تحفتي الفنية. يا صاح، اشرب. لدي خطة للخروج من هنا وطعمه جيد. حسناً، تبدو فكرة جيدة نوعاً ما. اشربه حتى آخر قطرة. أوه، أشعر أنني مختلف. نجحت الخطة. انظر إلى ذراعك. ها؟ المشكلة؟ أوه، فهمت. لنخرج من السجن. سأحضر أغراضي. لنذهب. افتح يا سمسم. لحظة، كيف أفتح؟ إنه مفتوح. بعدك، هذا لطف منك. الحرية، هيا. أنا واقع في حبها. أوه يا دانا، أنت تشعرينني بالسعادة. سيكون أطفالنا جميلين. أو إنها حارسة السجن. أنت محق، لا أستطيع تركها. لا لا، اتركني. سنبقى في السجن يا صاح. سأقفل باب الزنزانة. مرحبا يا جميلة. امتاز شكسبير بطريقة خاصة لتحويل الكلمات إلى شعر جميل. ماذا؟ أوقعت بيلا هذا الغلاف. يا بيلا، أوقعت هذا الغلاف. أعرف ذلك. ماذا، ستلتقط أيضاً؟ أوبس. لحظة لحظة، أنت ترمينها عن قصد. أنت عدوة للكوكب. هذا التصرف يقتل أرضنا. يجب أن نحافظ على البيئة. حقاً؟ إذن أن ترمي قمامتي. هل هذا ما تريد؟ إنها الحرب. يا طلاب، ما هذه الهمجية؟ هي من بدأت؟ سترتديان هذه القفازات، هذه القفازات، وستنظفان الأرضية. كلا، شكسبير سيخجل من تصرفاتكما. لم أتوقع هذه النهاية السيئة. أوه، مستحيل. لن أورط نفسي في مشاكل أكبر، حتى لو اضطررت لفعل كل شيء بنفسي. أوه، هذه الزاوية أفضل. هل يفترض بك التنظيف؟ كلانا تورط في هذه المصيبة، لمعلوماتك. أوه، خفت كثيراً. هذه المشكلة عويصة. علي أن أرمي كل قمامتي. وداعاً. أوه، يا لوقاحتها. حقاً، لماذا لا يتركونني وشأني؟ لست فاشلة، في الواقع أنا عبقرية. خزانتي تشهد بذلك. ليست رائعة؟ أنجزت الكثير اليوم.
لدي عقل ذكي بحاجتي إلى الأصدقاء. هل أنت جائعة يا لالي؟ سوشي منزلي؟ شوكولاتة حلوة مثلك. كم حبة توجد بالداخل؟ أهلا يا صديقي، لنرى هل يوجد مكان لهذه الهدية؟ سأضعها هنا، القليل من البريق لا يضر. كما أعشق نفسي. حسناً، يجب أن أدون ذلك. من المهم تذكر الجذر التربيعي. الجذر التربيعي، مفهوم. يجب التأكد من جمع الباقي. سرق القلب قبعتي. ها؟ ما هذا الاهتزاز؟ يا إلهي، مكالمة، ماذا سأفعل؟ سيصرخ علي المعلم بالتأكيد. لا، مستحيل، لن أسمح بحدوث ذلك. سأرفض هذه المكالمة. هذا أفضل. كلا، هذه القبعة ليست للقرد. ها؟ ما هذا؟ بيلا، ماذا تفعلين؟ أوه، كيف حالك يا فاشلة؟ أنت مضحك. انظري من اتصل علي. ما الذي يحدث في آخر الصف؟ أوه، هل تريد السلام على المعلم؟ لحظة، ماذا يجري؟ يا معلم، سلم على كيفن. المعذرة، ماذا حدث للتو؟ ما الذي يضحكون علي؟ من المؤكد أنهم يستمتعون بصحبة بعضهم. أنا أقضي كل وقتي في المذاكرة. وجدتها، سأحصل على أصدقاء بهذه الطريقة. ستجذب انتباههم بالتأكيد. مرحة، هل تريدون إجابات اختبار الحصة القادمة؟ وداعاً. هل لديك الإجابات حقاً؟ هذا رائع. أوف، حسناً، شكراً يا صاح، أعطني إياها. أحتاج إلى قبلة أولاً. قبلة؟ لا أصدق ذلك. حسناً، تفضلي، أنا جاهز. أنا في الانتظار. أوه، حقاً؟ تفضل. هذه ليست قبلة حقيقية. كان علي أن أكون أكثر تحديداً. ما فائدة الملاعق بدون أكل؟ ربما سأحس أنني آكل إلا عقتها. حان وقت العشاء. مرحباً، ما هو طبقي اليوم؟ عصيدة سادة. ثانية، أنا أكرهها. رائحتك زكية. هل أنت مشغولة الليلة؟ يمكننا الجلوس معاً. يمكننا تناول العشاء معاً. إنه موعد. بصراحة، رفيقي هو الأسوأ. أنا سعيد لأنك مستمتع بوقتك. وحاول التمرن طوال الوقت. هذا واضح. أنا سعيد بهذا الموعد. هذا البرجر لذيذ. تزوجيني. أتمنى لو أنهما... لحظة، أنا أحبها. لم يسبق لي رؤية جمالها الأخاد. أوف، أنتم مجدداً يا زملاء الصف. لا تؤذينا. يا لكم من جبناء. لماذا لا يعمل المفتاح؟ أوي، يبدو أن بيلا انكشفت. بيلا تحب التيو؟ هذا غير صحيح. ابتعدوا عن الطريق. هذا مستحيل. لابد أنه كابوس. ما الذي يحدث هناك؟ هل هذه صوري؟ لحظة، كانت تخربش اسمي وكانت تتصفح صوري. صار كل شيء منطقيا الآن. بيلا تحبني.
لا أصدق هذا. يا لي من غبية. أهلا بيلا، تفضلي، إنه ظريف مثلك. انتظر، لدي شيء لك أيضا. إنها رائعة. يبدو أن الأضداد تتجاذب فعلا. أجل كما توقعت. بناء على حساباتي، هذه القطعة ستمنحني الفوز. أو ربما هذا الوضع معقد. لماذا هذه اللعبة صعبة جدا؟ ربما يجدر بي تجربة حركة جديدة. عرفت الحل. هذا رائع. حان دورك يا مغفلة. عندما لا يرقى أحد لمستواك، تضطرين للعب كلا الدورين. أحسنت يا نفسي. ما رأيك بهذا؟ أنا قادمة. يا هذا القناع منعش ومريح. أوه شكراً. استريحي يا آنسة ليلي. هل يرن هاتفي؟ أعطني إياه من فضلك. لم يدم وقت راحة طويلاً. لا أصدق أنه أخطأ في الإجابة. يا إلهي ما أوسما. سأجلس بجواره. حسناً لقد جلست. مرحباً. يا إلهي لقد لوح لي. يجب أن أتحدث معه. كلا، ماذا سأقول؟ استجمدي شجاعتك. مرحباً، أفسح المكان لي. هوب حشرت نفسها بيننا. أهلاً بيلا، تبدين رائعة اليوم. هل تريد الذهاب لمشاهدة العرض معي؟ هذا ظلم. هل رأيت هذه الجزئية؟ اقرأها. لا بأس، لقد وصلت. لا أطيق هذه الحصة. إنها جميلة. سأنجح هذه المرة. مرحباً. ماذا؟ لا شيء. يا متى فرشت أسنانك آخر مرة؟ هذا محرج جداً. ماذا حدث؟ أسناني. إنها سيئة. أوف. لحظة، لدي فكرة. هل لديك ورق شمع؟ قص قطعة كهذا، ثم عصر بعض معجون الأسنان. حان وقت صودا الخبز الآن. هذه الكمية تكفي. استخدم أصابعك لدهن المعجون، ثم ضعه على أسنانك بهذا الشكل. لا تنسى دس الطرف السفلي وانتظر لبعض الوقت. حان وقت إزالتها الآن. أهلاً بالأسنان الناصعة. هل هذا الكرسي فارغ؟ إنها فرصتي. سأبتسم لها. أسنانك مثل الألماس. الطريق الصحيح إلى قلب المرأة. سأضع المزيد هنا. مرحبا بيتي، لنشاهد فيلما معا. هل يمكننا الذهاب بسيارتك الجديدة؟ مرحبا ميكي، أعجبتني سترتك الجينز. شكرا. يجب أن أذهب لحصة الكيمياء. وهل أنا مزهرية؟ ألوان، أحتاج لوحة رسم فارغة. سيكون هذا المقلب رائعاً. لا أظن أن سترتها ستعجب توماس بعد الآن. بسرعة، لا أحد يرتدي ملابساً مبقعة. كما لو أنها ملطخة بالخردل. نعم، هناك شيء على سترتك. لا،
كيف وصلت هذه البقعة هنا؟ لا تقلقي، لن يلاحظها أحد. هذا محبط، لكني سأصلحها بنفسي. هل توجد بقعة على ملابسك؟ يمكنك الإبداع وابتكار شيء فريد منها. ارتدي قفازاً وغطه بالدهان، ثم اطبعه على القماش. انظر إلى هذه الألوان المرحة، ويمكنك رش الألوان لإضفاء لمسة فنية. وانتهيت. هجل، حولت البقعة إلى قطعة فنية. واو، يجب أن أصورها، سينبهر الناس بتصميمك الفريد. ما الذي يحدث هنا؟ لماذا أصبحت سترتها رائعة؟